خلال مباراة الأهلي الأخيرة والفوز 4-1، فتوح راح على دكة الزمالك وطلب إن صبح يتغير وأنت تكون موجود. هل الكلام ده صح؟ حصل. حصل بس أنا اتكلمت مع عبد المنصف وطلبت منه إن هو ما يغيرش صبح. يمكن الموضوع ده طلع من جوه النادي، إن أنا خفت إن أنا ألحق الماتش. بس الحقيقه ان انا ما حبيتش ان صبح، انا حطيت نفسي مكان صبح، ان انا ممكن ابقى معرض ان انا مش موفق في ماتش زي كده، وخروج الحارس في ماتش زي ده بعد الاخطاء دي ممكن اول حاجه يفقد الثقه في نفسه، تاني حاجه ممكن ما يبقاش عنده حظوظ بعد كده ان هو موجود، خاصه ان صبح من الجون الكويسه اللي ليه مستقبل ان شاء الله في مصر في حراس المرمى. لكن انا ما كنتش حابب ان هو في الوضع ده، وخاصة في الظروف اللي حصلت في الماتش، ان هو يغير يعني. واتكلمت انا مع منصف وقتها وقلت له لا ما تغيروش، خليك واقف جنبه وعدي الماتش ايا كانت النتيجة خلاص. يعني ايه اللي هيحصل؟ الشوط الاول خلص بكل الكوارث اللي فيه، فايه اللي هيحصل بعد كده؟ خلاص وكمل. انا فعلا سخنت، دخلت بين الشوطين سخنت وكمل صبح بعد كده الماتش طب والحمد. اتكلمت مع صبحي بين الشوطين؟ اتكلمت معاه قلت له خلاص انسى الشوط خلص، وبدل ما النتيجة تزيد اكتر من كده خلاص اكن ما فيش حاجة حصلت خالص، وكمل الشوط التاني وركز ان انت تعمل حاجة كويسة، ان انت تغفر لك اذا كان في خطأ ولا اي حاجة حصلت في الشوط الاول، تقدر ان انت تعدل او تصلح صورتك في الشوط التاني بس. والحمد لله ربنا كرمنا في الشوط التاني وشال واحدة برضه كويسة والماتش عدى على خير يعني.